السنغال زي ما قلت لكم هي من اكتر المنتخبات او من منتخب من منتخبين حققوا نتيجه ايجابيه في الجوله الاولى. السنغال فازت على جامبيا بثلاثيه نظيفه، وكوت ديفوار ايضا فازت في المباراه الاولى. غير ذلك المنتخبات الكبيره ما قدمتش اي شيء في الجوله الاولى حتى هذه اللحظه. معايا عبر زوم الان واحد من الاسماء الكبيره في تاريخ المنتخب السنغالي، عمر ضاف المدير الفني الحالي للفريق اميان الفرنسي والمدرب المساعد السابق لمنتخب السنغال. يا فندم مشرف ومنور على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. ميرسي بونسوار. شكرا لكم ومساء الخير. بالتاكيد هسالك في البدايه عن المستوى اللي قدمه المنتخب السنغالي في اول مباراه من وجهه نظرك والفوز الكبير على المنتخب جامبيا. أرى أن السنغال أظهرت الكثير من القوة والكثير من الثقة في هذه البداية. وأعتقد أن جامبيا رغم الخسارة هي من ضمن المنتخبات التي تحقق تطور وسوف تتطور في المستقبل. ولكن نعود إلى السنغال ونقول أنها بدأت بداية جيدة أفضل من بداية النسخة السابقة. هل تتوقع أن السنغال تكون منافسة على اللقب مرة أخرى للمرة الثانية على التوالي وتفوز بهذا اللقب، أم من المبكر الحديث عن هذا الأمر؟ هذا هو الهدف بالتأكيد، ولكن التجربة تقول أنها بطولة أمم أفريقيا من الصعب الاحتفاظ فيها باللقب. نعم بالتأكيد هذا هو الهدف. السنغال تعمل كثيرا وعملت كثيرا من أجل تحقيق هذا الهدف، ولكن لا ننسى أن هناك فرق أخرى كبيرة موجودة في هذه البطولة تطمح في اللقب، الجزائر، المغرب، الكوت ديفوار وحتى مصر، لذا المنافسة ستكون شرسة وصعبة للغاية. كان هناك مشهد تداولته كل المواقع العالمية وكل القنوات العالمية بين أليو سيسي وكليدو كوليبالي، وهو يتحدث مع أليو سيسي واعترض كليدو كوليبالي على ما قاله أليو سيسي. هل تتوقع أنه ده خلاف هيستمر بين المدرب واللاعب الكبير، ولا دي وليدة موقف فقط وانتهى عند هذا الحد؟ كل ما في الأمر أنه مدرب يعطي تعليمات إلى كابتن الفريق، وأعتقد أنه يمنحه كل الثقة لأنه كوليبالي هو الكابتن الفريق. كوليبالي هو من ينقل التعليمات لباقي اللعيبة، وهو من يستوعب تكتيكات المدرب. المطلوب منه أن يفهم ما يريده المدرب من تكتيك وتعليمات وينقلها إلى اللاعبين. هذا هو كل ما في الأمر. في رأيك بشكل عام، وهناك الكثير من المفاجآت في هذه البطولة حتى هذه اللحظة، هل تستمر هذه المفاجآت؟ هل هنشوف أسماء جديدة تنافس على هذه البطولة، أم في النهاية ستنافس الأسماء التقليدية على لقب البطولة؟ أعتقد أن المفاجآت سوف تستمر، لأن كرة القدم الأفريقية تطورت كثيرا. معظم الدول الأفريقية الآن لديها المنشآت ولديها الإمكانيات لتطور الكرة، لذا أرى أن المفاجآت مستمرة في هذه النسخة من كامل. عايز أستغل كمان تواجدك في الدوري الفرنسي وأسألك عن نجمنا المصري مصطفى محمد وتألقه مع نانت الفرنسي. ما رأيك فيما يقدمه مصطفى محمد مع الفريق الفرنسي؟ مصطفى محمد مهاجم ممتاز. حينما كنت مدربا في سوشو واجهته، الآن أنا أعمل في دوري الدرجة الثانية مع أميان، ولكن حينما شاهدته في الدوري الممتاز في المواجهة الوحيدة رأيته مهاجم قوي جدا، سريع جدا. بالتأكيد هو يستحق أن يكون مهاجم منتخب مصر، وهو شكل إضافة جديدة إضافية مع صلاح وتريزيجيه. هل دربت أليو باجي مهاجم النادي الأهلي السابق؟ لو دربته رأيك إيه في مستواه؟ لا
نعم، حينما وصل إلى فرنسا على إلى فريق سوشو، ولكن للأسف لم يستمر. وأنا كان لي محادثة هاتفية معه منذ أسبوع، و الآن هو في بوردو، وكنت أتمنى أن يكون مع الفريق الوطني السنغالي لأنه مهاجم يتميز بالكثير من المميزات الهامة. هل تتوقع نهائي مكرر بين السنغال ومصر في نهاية كأس الأمم الأفريقية أم نهائي مختلف؟ أتمنى ذلك. أتمنى ذلك في كل الأحوال أن تصل النهائي، أن تصل السنغال أول النهائي وأن تحافظ على اللقب، ولكن كما قلت هو أمر صعب جدا لأن العقلية والجودة في كرة القدم المصرية هي فائقة وعالية جدا. حتى لو كانت مصر بدأت البطولة بالشكل سيء، ولكن مصر لديها القدرة على العودة في هذه البطولة بما تملكه من انضباط. أنا بشكرك شكرا جزيلا عمر رأداف المدير الفني الحالي للفريق إميان الفرنسي، واحد من النجوم السابقين للمنتخب السنغالي والمدرب المساعد السابق لمنتخب السنغال.